في خطوة تهدف إلى فرض واقع جديد وتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة The Guardian البريطانية عن قيام جيش الاحتلال بنقل سلطات واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤولين مدنيين مؤيدين للمستوطنين. هذه الخطوة تأتي وفق الصحيفة بعد اتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلائيل سموتريتش، الذي يعتبر من أبرز المؤيدين لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نقل القوانين إلى سموتريتش أحدث انقلابا، فهو لم يخفي رغبته في إقامة معقله الخاص داخل وزارة الدفاع لتنفيذ سياساته المتطرفة منذ التحاقه بائتلاف نتنياهو كوزير للمالية. بموجب هذا الاتفاق سيتولى سموتريتش سلطات مدنية واسعة في الضفة الغربية تشمل إدارة البؤر الاستيطانية غير المرخصة والتخطيط والبناء في المستوطنات وتعيين المسؤولين في الإدارة المدنية. هذه الخطوة ينظر لها خبراء على أنها تحول جذري من الحكم العسكري الذي كان ساريا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967 إلى إدارة مدنية سياسية، لأنها تقلل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها، ما يعتبر بمثابة ضم فعلي للأراضي المحتلة. الخطط الإسرائيلية لتكريس الأراضي عبر تعزيز الاستيطان وترسيخه تعمق عملية الفصل العنصري وتزيد من تعقيدات الوضع القانوني في المنطقة، فضلاً عن تعزيز هيمنة المستوطنين. الجهات الحقوقية الدولية أدانت هذه الخطوة التي تنسف أي محاولة لترسيخ السلام الدائم عبر حل الدولتين، فيما رحبت الجماعات المؤيدة للمستوطنات بهذا القرار الذي يعزز السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة سي التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويتزامن هذا التحرك مع تحذيرات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من المعاناة والتدهور الكبير الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.